السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه اليوم. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله حلويات العيد غنحضر معكم حلوى جافه او لا حلوه دوازاتاي على شكل غريبه، كتجي راقيه في الشكل وايضا لذيذه في المذاق، كتجي فيها واحد القرمشه رائعه. حضرتها بمذاق البرتقال، القشور ديال البرتقال، وايضا زينتها بالشوكولاته والكاوكاو كونكاسي او الكاوكاو المهرمش، كتجي رائعه كتستحق التجربه. كنتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر باللي كان، باش تعرفوا معايا طريقه تحضير هذه الغريبه وايضا مكوناتها. ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو الى النهايه. ودابا بسم الله على بركه الله. المكونات عندي الدقيق الابيض المخصص للحلويات اللي سبق ليا وغربلته، والكميه كتختلف على حسب نوعيه الدقيق. انا استعملت 700 غرام مضبوطه. عندي ايضا خنيشه ديال بيكن باودر اي خميره الحلويات، 125 غرام من الزبده مالغارين اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. عندي ايضا ملعقه كبيره مملوءه من قشور البرتقال اللي كنت محتفظه بهم مسبقا في المجمد، كنت حضرت بهم عصير وداك البقايا ديالو حطيت بيه ديال القشور. نتوما الا ما كانش متوفر عندكم فخذوا ليمونه برتقاله وحكوها تكون كبيره الحجم وخذوا القشور ديالها. عندي كاس من زيت نباتيه ما يعادل 150 ملي بقياس كاس العنبه، كأس أيضا مملوء من السكر الخشن ما يعادل 125 غرام بقياس كأس العنبة أيضا، وقبصة صغيرة من الملح، بيضة كاملة اللي كتكون درجة حرارة المطبخ، وأيضا أصفر بيضة فقط، يعني عندي بيضة وأصفر بيضة. وبالنسبة للبياض ديال البيض فغادي نستعن به في التزيين هو والكاوكاو المهرمش اللي كتلاحظوا معايا هو الشكل ديالو. فإلا كان متوفر عندكم في المنزل يكون أحسن، إلا يكون على هذا الشكل مهرمش تاخذوه هكذا، أما إلا كان عندكم صيد فحاولوا تهرمشوه باليد ديالكم. عندي أيضا شوكولاتة سوداء، فهنا بسم الله على بركة الله كناخد الزبدة كنضيف عليها السكر الخشن أي سكر سايدة، قبيسة ديال الملح والقشور ديال البرتقال اللي كيكونوا محكوكين. هنا كنبدا نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى كتداخل ليا كيف ما كتلاحظوا معايا بكل سهوله، لان الزبده بدرجه حراره المطبخ. كنضيف الزيت، من بعد كنبدا نجمع المكونات حتى كيندمجوا ليا وكينسجموا مزيان وكيصبح الخليط على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. هنايا كنضيف بيضه كامله، دائما البيض حاولوا ديروا فيه طبيصه صغيره عاده باش تضيفوا على الخليط، باش الا كانت البيضه فاسده ما تفسد لكمش المكونات الاولى اللي سبق لكم وجمعتو. عاد باش كنضيف اصفر بيضه، وبالنسبه للبياض فكنحطها تضيف في جبيبينيه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنحطو على جنب حتى كنستعن به في التزيين. هنا من بعد ما كنجمع جميع المكونات كنبدا نضيف الدقيق بملعقه كيف ما كتلاحظوا معايا، بشويه بشويه كيف ما كنقول لكم دائما في جميع الحلويات. فالدقيق ضيفوه بكميه قليله بشويه بشويه وانتم كتضيفوه حتى كتجمع لكم الحلوه ديالكم، وكيصبح القوام ديالها متماسك، وايضا كيصبح الشكل تاعها يعني داك القوام جاهز باش تشكلوا الشكل اللي بغيتو. فدائما الدقيق ما تضيفوش دفعه واحده، لان كاين الدقيق اللي كيتشرب بسهوله، كاين اللي كيحتاج تضيفوا كميات كثيره عاده باش كتجمع لكم الحلوه ديالكم. المهم ضيفوا بشويه بشويه باش ما تضيعوش في الخليط ديالكم. هنا كنضيف اخر كميه ديال الدقيق، ومن بعد كنخوي على هذيك الخنيشه ديال الخميره ديال الحلويات اي البيكن باودر، وغنجمع المكونات كلهم مع بعضياتهم حتى كنحصل على واحد القوام ديال العجينه ديال الحلوه كتكون متماسكه، ما هي رطبه ومرخيه بزاف، ما هي قاسحه بزاف، تكون ما بين وبين، تقدروا تشكلوا منها حليوات ديالكم، فانتوما عينكم ميزانكم. هنا من بعد ما كنجمع العجينه ديالي ديال الحلوه كنحاول نشكل كويرات كتكون بنفس الحجم، المهم عينكم ميزانكم. بالنسبه لي انا فعيني ميزاني وحاولت نشكلهم متساويين. بالنسبه للمبتدئات فيمكن لكم تستعملوا بالميزان الا كان متوفر يكون احسن، وخذوا الحجم اللي بغيتو تكون عليه الحلوه ديالكم، فيمكن لكم ديروها ما بين 18 حتى 20 غرام غتجي هي هذيك والكميه مضبوطه. هنا كنبدا ندهن اليدين ديالي ببياض بيضه، وعاد باش كندهن بها ديك الغريبه اولا الحلوه حتى كدهن مزيان ببياض البيض، ومن بعد كنفندها مزيان في الكاوكاو المهرمش حتى يعني كتولي مملوءه بداك الكاوكاو، ومن بعد كنحاول نسطحها بالاصبع الاصابع اليدين ديالي كنسطحها باش تجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. من
بعد ما كنتهي من تشكيل الحلوه ديالي في هذه الاثناء اللي انا كان يعني كنكون هذوك الحليوات ديالي، راني شاعل على الفران من الفوق ومن التحت، وكل سيده راه كتعرف الخلفيه ديالها على حسب واش عندها فرن ديال الغاز او لا فرن ديال الكهرباء، يعني كل سيده راه كتعرف الشكل اللي كطيب عليه الحلويات والمخبوزات. انا غنشعل عليه من الفوق ومن التحت وغندخل ليه الطاوه ورد مع البال لانها سريعه الاستواء. ينفوا تبان لكم الحلوه تاعكم تحمرات وداك الكاوكاو صبح محمر. فخدت معايا ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه وصبحت جاهزه. وانتم كيف ما كنقول لكم عينكم ميزانكم. هنا هي الحلوه ديالي من بعد ما طابت خليتها حتى بردات تماما في الطاوه، عاد باش زولتها بشويه كتصبح على هذا الشكل، كيجي اللون ديالها زوين دوغي، ما هي محمره بزاف، ما هي بقات بيضه يعني تكون محمره غير شويه، والصوره كتوضح لكم كل شيء. هنا الطاوه ديالي غلفتها ببلاستيك غذائي. هنايا عندي الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها في حمام مريم وضفت عليها شويه ديال الزيت النباتي وخلطته مزيان باش هكذا تجيني خفيفه ما تكونش خاطره بزاف. وكنبدا نغطس ديك الغريبه غير النصف ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا، كنغطس النصف ديال الغريبه في الشوكولات وكنحطها على ديك الصينيه اللي كتكون مغلفه ببلاستيك غذائي. كنبقى غادي على هذا النهج حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. ملاحظه صغيره بالنسبه للتزيين، فهي مجرد فكره، نتوما كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم توضعوا الشوكولاته في لابوش وديروا غير خطوط الى بغيتوا ديروا هذا التزيين، فانتوما والابداع ديالكم. صافي هنا مباشره غادي ندخل الطاوله للثلاجه ونخلي هذيك الشوكولاته حتى كتماسك، وهكذا كتصبح الحلوه ديالي جاهزه. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا عندي لكم بعض الاقتراحات الحلويات ناجحه 100% كتجي غزاله، سبق ليا وحضرتها معكم في حلقات سابقه. ان شاء الله غادي نخلي لكم رابط كل وصفه اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي تستعنوا بهم. وكنقول لكم شكرا بزاف لتتبعكم وايضا تعليقاتكم اللي كتحفزني لاعطاء المزيد والمزيد. وشكرا بزاف يعني لي لايك اللي كتحطوا ليا الفيديو. وكنقول لكم بالسلامه عليكم وفي امان الله لحلقه قادمه.